وفوجئت بحاجة غريبة جدا، لقيت فيه موظفة طيبة ومحترمة مستضاني في الحضور والانصراف من بعيد كده. ده في الشغل، في شغل الهندسة، في في المشروعات. الهندسة. رحت لها قلت لها في ايه يعني، انا انت حضرتك ناس ان انا مركزي يعني مش بتاع حاجة. قالت لي ماليش دعوة انا عندي التزام. بعدين اكتشفت انها اخت محمد صبحي. كمان. يعني قلت انا رئيس، طب ما دي انت المفروض تساعديني يعني. ايوه. فطلبني رئيس الشركة، انا ومهندس ثاني. اتكلم المهندس الاولاني وقال له هنقل لك كذا، وانا بقى هلاقي ان انا العائق. وانا قعدت ادرسه طول الليل، اقول الراجل طالبني بكره ده ايه؟ راجل تركي وكان ضابط جيش وكان راجل لطيف وكده وكان صاحب الشركه اللي انا فيها. درسته فرحت قلت له فندم انا جاي وانا اسف ان انا جيت يعني في موقف زي ده، لكن حصل لي موقف لطيف. وحكيت له نكته، ضحك بقى نكته في نكته في نكته في نكته، نسي هو جايبني ليه. وعدني والله قعدنا نضحك وننبسط، وبعدين وصلني لغايه الاسانسير وقال لهم فاروق فلو كان زي يجي وقت ما يجي عشان ويمشي وقت ما بيضحكني. يمشي.